مشاهدينا الكرام، للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الكاتب والباحث السياسي السيد هلال الدليمي. أهلا بكم أستاذ هلال. بداية، الصدر يقول أن محمد توفيق علاوي جاء بإرادة شعبية، كيف ومتى اختاره الشعب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولمشاهدي قناة الرافدين والعاملين عليها. أسعد الله مساء بكل خير والنصر الله لشعبنا السائق والذال الظلم. هو حقيقة الصدر كان يقصد إرادة إيرانية وليس شعبية، لأنه الشعب قال كلمته بوضوح ورفض هذه الوجوه منذ 1 تشرين ولحد الآن، لأنه من أعطى ما يربو على 700 شهيد و 30,000 جريح ومعوق لن يتخلى عن مبادئ الثورة التي خرج من أجلها هذا الشعب. وبالتالي فإن تغريدة التيار الصدري والصدر تحديدا مقتضى الصدر بهذا الاتجاه هي ضمن حملة التضليل التي يمارسها الصدر منذ أن دخل في العمل السياسي. ضاعت بحسب المحتل الأمريكي، والكل يعرف أن هذا الرجل متلون ويأتمر بالأمر الإيراني بشكل مباشر، وهو ربما يكون الأخطر على الثورة العراقية لأنه يدعي شيء ويعمل شيء آخر، والذي يكشف تحركاته يعرف بدقة ماذا يجيد وكيف يريد أن يمتص غضب الجماهير هنا وهناك. أستاذ هلال، يعني طيب نبقى مع قضية تعامل الصدر مع التظاهرات وكذلك موضوع محمد توفيق علاوي. إذا كان محمد توفيق علاوي أتى بإرادة شعبية، فلماذا يطلق مقتدى الصدر ميليشيات سرايا السلام وأصحاب القبعات الزرق على المتظاهرين لقمعهم؟ هذا هو الذي أردت أن أوصله للمشاهد الكريم، أنه إذا كانت الإرادة الشعبية هي من أتت بمحمد توفيق علاوي، لماذا يدفع التيار الصدري أتباعه لقمع المتظاهرين؟ أليس هذا تناقضا وكذبا واضح؟ هم حقيقة أتوا بكل ما هو سيء، فبالتالي لا يستحون لا من الكذب ولا من التصرف. مقتدى صدر كان في قم وهو اجتمع بالميليشيات الإيرانية هناك التي تعمل في العراق، وقرروا إنهاء هذه الثورة بتوجيهات إيرانية بكل ما أوتوا من قوة. ولكن الأمر أصبح عقدي، الزخم الجماهيري أصبح أكبر، الدعم للمتظاهرين أصبح أكثر. الصدر يريد بشكل أو بآخر مقتدى الصدر تحديدا وهادي العامري والميليشيات الإيرانية يريدون أن يدفعوا الثوار إلى عسكرة التظاهرات والخروج عن سلميتها لكي يكون هناك مبرر لقمعها كما حصل في الأنبار والموصل وديالة وصلاح الدين. هذا هو السلاح الوحيد الذي يجيدونه، وهو الأمر الذي تحاشاه المتظاهرون طيلة الأربعة أشهر الماضية ونحن الآن دخلنا في الشهر الخامس. هذا هو الهدف من هذه التصرفات، وإلا لا يوجد مبرر لدفع مسلحيه الآن. حتى في النجف بدأوا اليوم نفس العملية، كرت في النجف الأشرف، وربما سوف يتم التصعيد في الناصرية وفي محافظات. أستاذ هلال، يعني الصحف العالمية تكتب عن ما يحدث في العراق وتتحدث عن دور مقتدى الصدر الموالي لإيران والهادف إلى تدمير الثورة ووأدها، وتتحدث كذلك عن المعاناة التي يواجهها الثوار والسلميون، لكن هذه الصحف العالمية التي تخرج من دول عظمى، لماذا أصحاب هذه الدول قيادات هذه الدول لا تتدخل لمساعدة العراقيين؟ يعني ما الذي ينتظرونه؟ هل ينتظرون أن يدفع بالمتظاهرين إلى كما تفضلت إلى حمل السلاح لكي يعني يكون هناك مبرر لقمعهم حكوميا؟ ألا تلاحظون بأن هناك توافقا إيرانيا أمريكيا على هذا؟ نحن نعلم بأن الأمر الآن والنهي بيد الولايات المتحدة الأمريكية التي تمتلك زمام الأمور في العراق بشكل كامل، وهي من أتى بهذا الطقمة الفاسدة في العراق، وهي من دعمتها سياسيا لحد هذه اللحظة. لم تتخلى عنها، بل على العكس أن الإعلام
شيء وواقع الحال شيء آخر. الولايات المتحدة الأمريكية رحبت بترشيح محمد توفيق علاوي وقالت السفارة الأمريكية بأنها ستتعاون معه، مع علم السفارة الأمريكية وعلم القائمين عليها والإعلام الأمريكي والإعلام الأوروبي ودول العالم بأن هذه المسميات مرفوضة من قبل الشعب العراقي. إذن هناك رأي دولي لدعم هذا النظام السياسي بمصلحة، المصلحة هي ابقاء العراق على هذه الفوضى وهذا الضعف وعدم امتلاك زمام الأمور، لأنه ربما تهدد المصالح إيران في العراق، وهي مضمونة بالاتفاق المشترك للاحتلال الثنائي للعراق، وإلا من أتى بالميليشيات إلى العراق؟ من سلحها؟ من دعمها من في 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 كل في تدمير المناطق السنية؟ من دعم هذه الميليشيات؟ أليست الولايات المتحدة الأمريكية وطيرانها وما يسمى بالتحالف الدولي؟ أين التحالف الدولي من 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 قمع الشعب العراقي علنا في 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 كل محافظات العراق؟ لم تقف هذه الدول موقفا حقيقيا، ولا الأمم المتحدة، هناك مواقف خجولة لم ترتقي إلى مستوى إيقاف هذا النظام الفاشي في قتل الشعب العراقي. أستاذ هلال، إذا تحدثنا قليلا عن محمد توفيق علاوي ووعوده التي أطلقها، قال إن أحد مهامه الرئيسة هي القضاء على الفساد المالي والإداري في العراق، وكذلك تعهد أنه سيلاحق قتلة المتظاهرين ليحكم فيهم القضاء. يعني هل من الممكن أن هذه الأحزاب التي يعني حكمت في العراق طيلة هذه الفترة والمتهمة بالفساد وأنها راعية الميليشيات، أن تأتي بشخص يحارب الفساد ويلاحق الميليشيات ويحاول أن يصلح في هذا البلد؟ هذه الوعود سمعناها من كل الرؤساء الوزارات العراقية الذي أتى بهم المحتل، ابتداء من إياد علاوي ووصولا إلى محمد توفيق علاوي. نبدأ بعلاوي وننتهي بعلاوي إن شاء الله، لن نتجاوز غيره. كلهم وعدوا الشعب العراقي بالحياة الوردية. تذكرون رئيس الوزراء في عام 2008 عندما صرح بأننا سوف نصدر الكهرباء إلى الخارج في 2009 أو 2010، والآخر توقف في 2012. نعم. ونحن الآن في 2020 ولا نزال نستورد الكهرباء والكهرباء على الشعب العراقي. هذا إضافة إلى الديمقراطية والأمل والوعود والورود والرفاهية والحرية. وكل هذه الوعود كلها كاذبة. إذا أردنا أن نتعمق قليلا، أليس محمد توفيق علاوي محكوم عليه بقضية فساد وسجن غيابية من محكمة عراقية بعهد نور المالكي في 2013 بحكم غيابي 7 سنوات سجن؟ ألم يكن وزيرا للمواصلات في حكومة المالكي الأولى والثانية؟ ألم يتهم بقضايا فساد وهرب إلى لبنان؟ ألم يكن مرشحا من هادي العامري والتيار الصدري بورقة مكتوبة وموقعة بيديه؟ كيف يحارب الفساد وهو من زمرة الفساد؟ كيف يحارب الفساد وهو من أتى به أحزاب الفساد وقتل الفساد؟ ولو كان هذا الرجل فعلا يأخذ اتجاها مستقلا لما يدعو التيار الصدري ولا هادي العامري ولا هذه الكتل بالمطلق. بل هناك توافقا تاما ما بين الكتل السياسية على الإبقاء على هذا النظام، لأنه هم متمسكون به لأسباب واضحة، والدعم الدولي لهم لا يزال، رغم أن هناك حملة إعلامية دولية كبيرة أشرت الفساد في العراق، لكنها لا تريد التخلص من نظام الفاسد في العراق. وضحت الفكرة. أستاذ هلال الدليمي الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من عمان، شكرا جزيلا لك.